السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الإخوة؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم الإخوة كما وعدناكم في إحدى الفيديوهات السابقة باش غادي نوريوكم هذيك الطريقة ديال الصون ديال الأداة التي تتحكم في نظام التهوية، يعني هي كتحكم في التهوية. اليوم غنشوفوا الطريقة ديالها كيفاش كنصايبوها. الطريقه ديالها بسيطه، ما كنحتاجوش بزاف وما تكلف حتى شي حاجه، ما كتكلفش يعني بزيرو درهم، انا تصايبوها بالمجان. طريقه سهله، فقط غادي نحتاجو هاد الانابيب هادو، غنحتاجو هاد الانابيب هادو، شي انبوب هذا او انبوب ديال البي في سي، ماشي مشكل حتى هو، ماشي مشكل، خصو يكون قد دائره هاد الثقب ديال التهويه، خصو يكون قد وحده فيهم. انا كنستعمل هادو، كنستعمل هاد النوع ديال السيليكون، انابيب السيليكون. لكن قبل ما نوريكم الطريقه كيفاش كنصايبوها، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كتخدم بعدا، بالنسبه حتى اللي ما شافش سبق وشرحنا في الفيديو اللي كان قبل، ولكن نعاودوا نشرحوا بالنسبه على هذا الوضع. نخليو على هذا الوضع، هذا الوضع ديال تضارب الضغوط. إلا درنا هكا، لاحظوا شنو كيوقع، كتصبح الفقاسة كتدخل الهواء هنا أكثر وكتخرج أكثر، كتدخل الهواء بارد وكتخرج الهواء ساخن، يعني كطرد ثاني أكسيد الكربون، وكل ما زدنا كيزيد يطلع. بالنسبه للاخوه اللي غادي اللي غيجربوها خلال التفقيس في العشر ايام الاولى، خصهم يديروا تضارب الضغوط بحال هكذا، يكون شويه الهواء داخل خارج هكا هكا. من بعد فاش كدوز 10 ايام، ملي كدوز 10 ايام كنغيروا الفلوس هذيك، الساعه كيحتاج اكسجين اكثر، كندورو هنا. بالنسبه لك الريح ما كيخليش ليها كيغير ليها المزرة ديالها، كندورو تقريبا هكذا. هو دابا بدا الريح كيخرج اكثر وكيدخل اكثر، وغادي نعاود نشوف عاوتاني من هنا ملي كنزيدو ندورو عاوتاني لهاد الشريطه هادي شنو غيوقع، كيزيد يدخل اكثر. هنا هذه فهذه غادي نستعملوها في الايام من 18 والفوق، 18 يوم، 18 يوم في خلال يعني من عند ايقاف تقليب نوقفوها هنا. هنا كيولي الاكسجين تيدخل اكثر، اكثر من هاد البلاصه، باش كنحولوا هنا كيدخل كثير، هنا شويه وهنا كيكون تضارب الضغوط. بالنسبة لهاد الأداة سهلة، سهلة جدا، أي واحد ممكن يصيبها، أي واحد ممكن يصيبها، غير هو اللي بغيت قلنا غنوريكم الطريقة كيفاش غتصيبوها. دابا كناخدو أنبوب بحال هذا، غادي نعبروا المسافة اللي كاينة بين المسافة الفاصلة بين الداخل ديال الثلاجة، يعني من الجهة الأخرى، ماشي هادي، الجهة الأخرى، غنحسبو من لا شحال كاين. مثلا كاين عندك هنا، وعاد تزيد القياس ديال القياس ديال السمك ديال الفقاسة، السمك ديال الفقاسة اللي هو هذا زائد هذا، ياك تخلي شي شوية، شي جوج سنتيم ولا شي حاجة، باش تلصق فيها شي حاجة بحال هادي مثلا، ولا ممكن ديرو أي حاجة بشدة باش ما تبقاش تخليها تمشي ليا. هذا هو الدور ديال هادي، ما عندهاش شي دور هادي، فقط باش ولو دفعناها بحال هكا ما تقيسش في المروحة. غنشدوها بحال هكدا، هذا هو النص هنا والنص هنا، وكاينه نقطة الفوق عاوتاني تجي هنا نص، غتجيب غتقطع منها هكا مايل، يعني تقطع النص من هنا مايل هكا، تجي لعند هذيك النقطة، ومن هنا تجي لعند هذيك النقطة، يعني بحال هكا تضربها بشكل مائل، غيبقى لك هذا
هذا بلا ما تقطعوا، هذا من هنا لهنا بلا ما تقطعوا، حيت هذا الطريف هذا السقف هذا غيكون داخل هذا يعني هذا هو السمك ديال الفقاصه ديال لا سميتها ديال عفوا السمك ديال الفقاصه من الداخل، السمك ديالها بحال هكذا هذا غنخليه حيت غيبقى على الداخل، واللي يبقى اللي ملي غنضربوه هكذا بشكل مائل بحال هكذا هذا انا راه درت هذاك ديال التايمر ها هو وملصقوا بواحد الكولا ديال الشمع هنا راه متقوب شي مضروب مايله. بالنسبه لهاد الاداه هذه عندها دور مهم جدا حيت سبق جربناها وجربوها حتى بعض الاخوه منهم الاستاذ سي محمد بن الحيمر، تحياتي لك سي محمد، وكذلك الاخ ايوب من مدينه الدار البيضاء. هذه مده باش استعملوها، ايوا كنتمنى تجربوها وتقولوا لنا الاراء ديالكم فيها. ايوا شكرا والله يعاونكم وكنتمنى تعجبكم يا الله. شكرا الله المعين. بالنسبه لذاك الفاصل اللي كيكون بينات سميتو حذاري باش ما تقيش في سميتو، ما تخليوهاش الا تكون قريبه ليها قطعوا داك القياس، تاخذوا القياس قبل ما تصيبوا، خصكم تاخذوا القياس باش ما تضربش في ديك الفرفاره تماك، تسبب شي ضرر ولا شي حاجه. من الاحسن بنادم ياخذ الاحتياط ديالو. ها يا شكرا يا اخوان، الله يعاونكم.